من مظاهر النفاق الأصغر، واسمعوا إلى هذا المظهر: هجر التفقه والتعلم والاعتكاف فقط على قراءة القرآن، فهذا من مظاهر المنافقين. ترك التفقه وتعلم العقيدة وتعلم الفقه وتفسير كلام الله، هذا من مظاهر النفاق. والاعتكاف فقط على القرآن. فبالله عليكم، ما القول في من لا هو تفقه ولا هو اعتكف على قراءة القرآن؟ والله المستعان. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا حديث صحيح رواه أحمد في المسند.